والآن من موجز الأخبار إلى أبرز ما جاء في الصحف وبعض المواقع الإلكترونية. نبدأ من الشرق الأوسط، حيث كتب الياس حرفوش لليوم: ترقب في لبنان لكلمة نصر الله بالتزامن مع زيارة قاآني. فيما لوحظ تحفظ وسائل الإعلام القريبة من حزب الله أو الناطقة باسمه عن تسريب أي إشارة إلى ما يمكن أن تتضمنه كلمة نصر الله، لوحظ الخميس تسابق مؤسسات ومدارس وشركات إلى الإعلان عن الإقفال وتوقف أعمالها ظهر يوم الجمعة قبل كلمة نصر الله المتوقعة الساعة 3 بعد الظهر، في إطار التحسب لما يمكن أن تتضمنه. وعلى رغم التكتم الإعلامي لوسائل الإعلام القريبة من الحزب، يتم تداول معلومات تشير إلى توجه نصر الله إلى التأكيد أن المعركة الجارية هي بالدرجة الأولى معركة حركة حماس، وهي التي تقرر حاجات الانخراط فيها ودرجة الانخراط من دون إخفال الانتقادات المنتظرة للدول الداعمة لإسرائيل في هذه المعركة. إلى ذلك، تترافق كلمة نصر الله اليوم مع تسرب عن وجود إسماعيل قآني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في بيروت، والدلالات المهمة لهذه الزيارة في إطار المعركة الدائرة حاليا في غزة. كما تأتي كلمة نصر الله في أعقاب مواقف لبعض قادة حركة حماس السابقين مثل خالد مشعل وموسى أبو مرزوق، حملت عتبا على حزب الله لعدم انخراطه أكثر في القتال. ومع أن الحزب آثر الصمت حيال هذه المواقف، فقد علم أن القياديين المذكورين تبلغا انزعاجا من هذه المواقف من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، فيما تولى نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم التصريح أن الحزب يشغل الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، ولولا ذلك لكانت الفرق الإسرائيلية المرسلة إلى الجنوب تشارك في الحرب على قطاع غزة. ننتقل إلى الجمهورية مع عماد مرمل، حيث عنوان لليوم: لقاء بين السيد والأسد استعدادا لكل الاحتمالات. يكتسب خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله اليوم أهمية استثنائية، وليس الداخل اللبناني فقط يترقب الخطاب، ولعل ما يعكس وطأة الانتظار الإسرائيلي الثقيل لكلام أمين عام الحزب ما أورده حائم ليفنسون في صحيفة هآرتس، حيث توقع أن يتجاوز عدد المشاهدين للخطاب عدد مشاهدي الكلاسيكو الإسباني والكلاسيكو الإنجليزي مجتمعين. واللافت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين سيكون موجودا في تل أبيب بالترافق مع ظهور السيد، الأمر الذي يعني أن خطابه سيخضع تلقائيا إلى ترجمة إسرائيلية أمريكية فورية. وأفادت معلومات أن السيد نصر الله زار قبل أقل من أسبوعين دمشق، والتقى الرئيس السوري بشار الأسد ضمن إطار تفعيل التنسيق بين أطراف المحور ودرس الخيارات الممكنة للتعامل مع الحرب الإسرائيلية استعدادا لكل الاحتمالات في المرحلة المقبلة. ووفق المعلومات، فإن قوات من الحشد الشعبي العراقي انتقلت إلى سوريا أخيرا في سياق التحسب لإمكان فتح جبهة الجولان ضد كيان الاحتلال، ما يؤشر إلى أن قوى المحور آخذة في تصعيد وتيرة الرسائل التحذيرية التي ستصل إلى حدها الأقصى مع خطاب السيد. مشاهدينا، تعقيبا، نرى الآن في الصورة قصف لأطراف بلدة أرميش في الجنوب اللبناني. إذن نكمل الصحف مشاهدينا مع جريدة الأخبار، حيث كتبت رولا إبراهيم: طلبات أوروبية غريبة لحماية الرعاية الأجانب، قوات عسكرية ومدرعات وقناصون. تبين أمس أن دولا عدة طلبت السماح لطائراتها الحربية بالهبوط في مطار بيروت، أبرز كندا التي حطت طائرة عسكرية تابعة لها بالفعل في مطار بيروت في 25 من الشهر الماضي، حمل أسلحة ومواد مصنفة خطيرة. وكان الملحق العسكري الكندي في لبنان طلب من قيادة الجيش منح الطائرة تصريح عبور في الأجواء اللبنانية، كما وصل إلى الجيش كتاب مماثل من وزارة الخارجية اللبنانية. وكانت السفارة الكندية أرسلت ب 21 تشرين الأول كتابا إلى وزارة الدفاع يعرض فيه لائحة المواد الخطرة المطلوب إدخالها لدعم التحضيرات لإجلاء الرعاية الكنديين من لبنان. اللافت أن الطائرة حطت في مطار بيروت من دون علم مجلس الوزراء. تبين أثناء مناقشة
ناقشت البند أن الطائرة تحمل قناصات مع مناظير ليلية وكواتم صوت وصواعق وذخائر أخرى، ولم تتكلف السفارة عناء بتفسير حاجتها إلى هذا النوع من الأسلحة إلى لبنان وما هي وظيفتها في عمليات الإجلاء. وبعد نقاش حاد عارضت غالبية الوزراء الحاضرين ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي السماح بتفريغ الطائرة، وأوصى المجلس بمنح الطائرة تصريحا للتحليق في الأجواء اللبنانية مع التأكيد على وجوب عدم إدخال المواد الخطرة والأسلحة. وعلمت الأخبار أن السفارة الألمانية طلبت أيضا إدخال 5 مدرعات عسكرية، وتحدثت مصادر أمنية عن طلبات إضافية من سفارات مختلفة بإدخال مدرعات يصل عددها إلى 50. في السياق نفسه طلبت السفارة البلجيكية الإذن بإدخال مواد خطرة عبر مطار بيروت الدولي بتاريخ 14 تشرين الثاني الجاري. وبحسب الأمنيين فإن لبنان لم يتلقى طلبات مماثلة منذ عام 2006، ومن الواضح أن الأمر مرتبط بالحرب الإسرائيلية القائمة على غزة ووضع لبنان الاستثنائي. وعلمت الأخبار أن ميقاتي سيعلن اليوم عن تشكيل لجنة برئاسته تضم ممثلين عن كل الأجهزة للتنسيق في شأن أي طلبات مماثلة. ننتقل إلى منشات المدن الإلكتروني. حسب ما تقول مصادر متابعة فإن تحديد موعد كلمة نصر الله اليوم الجمعة لم يكن عن عبث، إنما حدد التوقيت بما يتضمنه كمهلة أعطيت للأمريكيين والإسرائيليين في سبيل الوصول إلى وقف لإطلاق النار وتكريس هدنة إنسانية. أما بحال أصر الإسرائيليون بغطاء أمريكي على تنفيذ المزيد من المجازر والعمليات العسكرية بالإضافة إلى التوغل البري، فإن المهلة ستنتهي يوم الجمعة، وبعدها سيكون هناك تدخل كبير من قبل حزب الله. عمليا سيركز نصر الله في خطابه على جملة مسائل، أولها تأبين الشهداء وتثبيت معادلة الردع من خلال افتداء حزب الله وهؤلاء الشهداء للبنان، لمنع أيضا الإسرائيليين من التوغل أو التفكير بتنفيذ اعتداءات أعمق. من جهة ثانية فإن نصر الله سيرسم الخطوط الحمر للمرحلة المقبلة، وسيضع في كلمته معادلات جديدة تمنع على الأمريكيين والإسرائيليين تنفيذ ما يريدونه في غزة، وبحال إصرارهم فإن الحرب ستكون مطروحة بقوة. بناء عليه فإن كلمة نصر الله ستكون استثنائية وذات سقف مرتفع جدا، وتؤكد المعلومات أن اليوم الجمعة هو مهلة أعطيت وبعدها سيتم رسم الحدود، وفي حال اندلعت المواجهة فستكون مع الأمريكيين، خصوصا في ظل وجهة نظر تعتبر أن مجيء الأمريكيين هو بنية هجومية وليس بنية ردعية أو دفاعية. وفي حال أصر الأمريكيون والإسرائيليون على استمرار العمليات العسكرية فإن المواجهة ستكون حتمية وواسعة، وربما قد تنطوي الكلمة على تحديد ملامح المرحلة المقبلة وآلية عمل محور المقاومة ككل، خصوصا أن نصر الله سيتحدث كقائد لهذا المحور وليس لحزب الله فقط.